ما هي الأدعية المأثورة التي يمكن للإنسان أن يقولها من الفجر حتى يمسي؟ ليس هناك حد محدد، لكن بعد صلاة الفجر ورد أنه يأتي بالتهليلات العشر، يعني يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، عشر مرات، ثم يقول ربي أجرني من النار سبع مرات. هذا خاص بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب. وفي بقية الصلوات يستغفر الله ثلاثا بعد السلام، ويذكر الله عز وجل بالتهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له الملك وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. هذا في جميع الصلوات، التسبيح والتكبير تحميد 33 كل واحدة، هو تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا بعد كل صلاة، يستحب بعد كل صلاة مفروضة. وإذا قرأ آية الكرسي بعد الفريضة ولا سيما الفجر والمغرب، وقرأ بعدها بالمعوذتين، ثم بعد ذلك يذكر الله بما تيسر، يذكر الله بما تيسر من غير تعيين ذكر معين فيما بينه أو في سائر يومه، بل يذكر الله عز وجل الذكر الذي في أدبار الصلوات هذا معروف، وأما الذكر الزائد على ذلك في بقية الوقت فهذا غير محدد. الإنسان يذكر الله بما تيسر له من أنواع الذكر. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة وأصيلا. قال تعالى فإذا قضيت الصلاة وانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا كثيرا لعلكم تفلحون. وذكر الله من جملة صفات المؤمنين والمؤمنات قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. المطلوب من الإنسان الإكثار من الذكر حسب ما يتيسر له من أنواع الذكر في سائر أحواله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، ولم يكن يمنعه من ذكر الله إلا حال قضاء الحاجة. نعم، جزاكم الله خيرا.